السلام عليكم، رجعنا وياكم منتجات الرز والاصباغ الايطاليه. طبعا هاي سيراميك، راح نشتغل ماده البرونيك. ماده البرونيك هي الماده المخشنه اللي تشتغل على السيراميك. هنا أنا هذا اكو تقريبا تغليف قديم شناه، ومن بعد راح ننظف الجدران مالتها، ننطيها الماده المخشنه. طبعا شنو الغايه من الماده المخشنه؟ تخشن لك شكل سيراميك، شكل فرفوري، ومن بعدها تنطيه بالمادة الستن، كلي تتصل بالمادة مال الستن، وراها السفر الستن، تنطيه تايم ستوك اللي هو تابع لشركة البول الأصباغ الإيطالية، وأي صبغة أي مادة تريد تستخدمها عليه جدا طبيعي. هذا حصرا يتواجد في شركة البول الأصباغ الإيطالية. تحياتنا. طبعا هذا شرف بسيط جدا، لكم هذا شلون ينشيله من يصير إن أنا ورق جدران، فقط تطيه مي، فرولة صغيرة، تنطيه مي. من كيف السيليكون ما ينفذ وينشله، يحل من كيف وينشله. بعد تنشف الجدار، تنشف الجدار وتعطي مادة البرونيك. نحن نوافيكم فيديوهات أخرى بعد المخشن. هسه حاليا نعطي المادة اللي هي البرونيك، يقين عليها المادة المخشن. هذا القاط الأول. ورا ما يبس ويقطع يباس تتلمسه تشوفه اوكي المخشن مالته عالي تقدر تضربه، تشوفه بعد في المجال يضرب قاف ثاني تنطي قاف ثاني، تترك 24 ساعه يبس المخشن ووراها تجي تنصب بالسدن. نحن نعطيكم فيديوهات اخرى. بعد ما تنطي الماده من البرونيك قاط الاول والقاط الثاني تطلع هيك شيء بسيط كلش، بقع من الدهون، فتحكه بالسيم، هذا السيم تزيله كليته بالسيم، وتنتظر شوي وبعدها تنطي ايضا البرونيك الماده البرونيك وينتهي الموضوع. يعني من يصير عندك هيك شيء ابدا تتخوف من عنده، فقط تزيل الدهون وتشيلها بالسيم وبعدها تحط الماده مال البرونيك. السلام عليكم. طبعا هذا الفينش مال مادة البرونيك اللي تابعة لشركة البول الأصباغ الإيطالية، المادة المخشن اللي قلنا غرضها انه هي تخفي السيراميك وترجع لك الجدار الى شيء اعتيادي. هذا الفينش مالته.